السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. نجا خطيب مسجد العساء في تعز عمر دوكم من محاولة اغتيال فيما استشهد التربوي رفيق الأكحلي برصاص مسلحين أثناء خروجهما من صلاة الجمعة الماضية، وقد أصيب دوكم بجروح خطيرة وما يزال تحت العناية المركزة. وقال ناشطون إن عملية الاغتيال ربما تكون جزءا من نقل مسلسل الاغتيالات من عدن إلى تعز، والتي تستهدف خطباء مساجد مشهودا لهم بالاعتدال والوطنية ومناصرة الشرعية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: لماذا يتم استهداف الشخصيات الوطنية والمعتدلة من خطباء المساجد؟ وهل لهذا علاقة بالانفلات الأمني في المدينة؟ هل سنشهد انتقال عدوى الاغتيالات من عدن إلى تعز؟ وما هو دور الأجهزة الأمنية والنخب السياسية في التصدي لهذه الظاهرة؟ هزت هذه الجريمة مدينة تعز واستنكرت كل الأطياف السياسية والمجتمعية هذه العملية التي أودت بحياة تربوي وكادت تنهي حياة دوكم الذي يعد من أهم الشخصيات الوطنية المعتدلة في تعز. وطالب أبناء المدينة بالتحرك العاجل لمنع نقل سيناريوهات الاغتيالات من عدن إلى تعز. نشاهد هذا التقرير. تعز تتعرض لموجة جديدة من العدوان والقتل. هذه المشاهد الدموية هي أحدث نسخة من مسلسل القتل المتعمد الذي لم يتوقف ضد أبناء تعز، بدأه الحوثيون وحليفهم صالح قبل 4 أعوام ويتواصل اليوم لبلوغ الهدف ذاته، كسر إرادة تعز وأهلها ووأد مشروع التغيير الذي نبض به قلب هذه المدينة في شتاء 2011. ملامح الاستهداف السياسي لدوافع إيديولوجية تتبدى بوضوح في هذه المحاولة التي فشلت في اغتيال إمام وخطيب جامع العساء بمدينة تعز القيادي الإصلاحي الشيخ عمر دوكم، لكنها حصدت زميله رفيق الأكحلي المسؤول التربوي البارز في المحافظة. لم يعد للمسجد حرمته في أجندة القتل هذه، فقد استهدف دوكم ورفيقه أثناء خروجهما مع جموع المصلين من جامع العسائي الواقع في شارع جمال بوسط مدينة تعز. أطلق القتلة رصاصاتهم على الهدف ومضوا في طريقهم، جرأة في القتل تشير إلى طبيعة الدعم الذي منح هؤلاء القتلة كل هذه الثقة في تنفيذ جرائم لا تحتملها الطبيعة المدنية التواقة إلى الحرية في هذه المدينة. التجربة السيئة في القتل والتعذيب والتغييب في السجون السرية السائدة في عدن والمحافظات الجنوبية تنتقل بخطوات ثابتة نحو محافظة تعز وتحمل معها نذر الموت والخراب في وقت تراجعت فيه بشائر الأمل بإمكانية استكمال التحرير في ضوء خطط الحرب التي يبدو أنها لا تستهدف تعز على الأقل في الوقت الحاضر. لا شيء أكثر وضوحا من هذا الاستهداف الذي يكرس خيارات القتل والتصفيات عبر فرق الموت الجوالة ويمضي قدما في فرض خيارات أحادية على اليمنيين ويوجه مسار المعركة إلى نهاية لا تتفق مع النموذج الذي ناضل من أجله اليمنيون. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من تعز النقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم شرطة تعز، وكذلك الصحفي شوقي أحمد، وأيضا مدير مكتب الثقافة في تعز الأستاذ عبد الخالق سيف. أبدأ مع النقيب أسامة الشرعبي، مرحبا بك نقيب أسامة. مرحبا بك أخي العزيز، أهلا وسهلا. أهلا بك. في البداية، ما الذي حدث بالأمس عندما تم استهداف دوكم واستشهد أيضا رفيق الأكحلي؟ والله بداية نترحم على روح الأستاذ القدير رفيق الأكحلي، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بشفاء الخطيب والشاب عمر دوكم. الذي حدث هو كما يحدث كل مرة، لكن وجدنا هذه المرة أنه المستهدف كيان مدني لم تشهد عملية الاغتيالات السابقة. طبعا حدث عملية اغتيال كثيرة في الفترة السابقة استهدفت رجال الجيش ورجال الأمن. هذه المرة المؤشر نقيب أسامة، لطفا أتمنى أن ترفع الصوت قليلا حتى نسمعك بوضوح، صوتك منخفض جدا. نقول يا أخي العزيز، هذه المرة يعني مؤشر الخطورة ارتفع بشكل أكبر، بحيث أنه بدأت تستهدف هذه العمليات الخطباء والتربويين والمدنيين.
وهذا يعني يسجل مؤشر خطر كبير بالنسبة لنا. يعني وضع مؤسف جدا، لم نكن نتمنى أن يصل الحد يعني بهذا الوضع إلى هذا الحد. نعم. لكن وضع الأجهزة الأمنية وحالة الحرب التي تعيشها محافظة تعز يعني تضعنا أمام صعوبة كبيرة لتجاوز مثل هذه الأشياء. نعم. طيب نقيب أسامة، الآن أنتم كجهات أمنية، ما الذي قمتم به بعد يعني اغتيال الرفيق الأكحلي وأيضا محاولة اغتيال الخطيب دوكم؟ طبعا الأجهزة الأمنية هي معروفة يعني شقين، أجهزة يعني ضبطية وأجهزة استخباراتية. الأجهزة للأسف كنا عدم اكتمال بنية مؤسسات أو أجهزة الأمن يسبب لنا عائق كبير في مواجهة أي خطر. يفترض مثل هذه الجرائم أنه يعني تحد الجريمة قبل وقوعها وتوقف قبل وقوعها، لكن للأسف يعني اتفر دور الأجهزة الأمنية للنزول والمعاينة والتوثيق والتحريات. هذا ما قامت به أجهزة الأمن الآن. لم تحصلوا على أي معلومات من يقف وراء هذه الاغتيالات أو من نفذها؟ والله هذه الأشياء يعني لا يمكن التصريح فيها، لكن أنا أؤكد أنه الإجراءات مستمرة وأجهزة الأمن تبذل جهدها بشكل كبير للوصول إلى الجناح وضبطهم إن شاء الله. نعم. طيب تكرم البقاء معي، يعني أنتقل للأستاذ أحمد شوقي الكاتب والصحفي. أستاذ أحمد، أنتم كيف تابعتم ما حدث أمس من اغتيال لرفيق الأكحلي ومحاولة يعني استهداف شخصية يعني يشهد لها بالاعتدال الخطيب عمر دوكم؟ طبعا ليس هناك كلمات تعبر عن حجم الفجيعة التي شعرنا بها في البارحة بحادثة الاغتيال التي تعرض لها الأستاذ عمر دوكم والأستاذ رفيق الأكحلي. الأستاذ عمر دوكم هو واحد من الأيقونات المدنية والرموز المدنية في محافظة تعز، أحد المثقفين التنويريين والقادة الطلاعيين والخطباء والمحاضرين الأخلاقيين والقيميين يعني الكبار في الحقيقة، رغم أنه يعد من جيل الشباب يعني من جيلنا. الأستاذ عمر دوكم خلال المرحلة الماضية كان له أدوار أخلاقية وأدوار قيمية كبيرة جدا، كان بعيد عن يعني شغل الدعامات والبناء يعني بناء قيادات معينة أو في العمل العسكري أو في العمل السياسي، وإنما اشتغل على نقطة الحفاظ، يعني كيف نحافظ على قيمنا في هذه المرحلة، كيف نكافح البلطجة، كيف نجعل المقاومة مشروع يخدم أبناء تعز ويقدم صورة تعز بشكلها الإيجابي. والرجل طبعا له آراء متقدمة جدا، وهو يعني يعتبر من المجددين أو المشاريع المجددين يعني في خطاب الأخلاقي والقيمي وكذا الديني. إذن برأيك إذن أستاذ أحمد جداً. نعم أستاذ أحمد، إذن برأيك لماذا يتم استهداف مثل هكذا شخصيات يعني تحظى بإجماع كبير والناس يعني ربما يعني تحظى بقبول واسع لما يقول وما يطرح مثل هكذا شخصيات، لماذا يتم استهدافها؟ هو هذا السؤال المحير. يعني هنا الآن المشكلة أنه يدخل على الخط أكثر من طرف، يعني من حيث الشك. أنا في البارحة اضطررت إلى أن أنا أفكر بصوت عالي وأضع الشكوك يعني حول 4-5 جهات ممكن قد تكون متورطة في هذه العملية، أو قد يكون هناك احتمال أن تكون هذه الجهات لها علاقة بالحادثة سواء بخط أو برقب. أولا مثلا نحن نتحدث عن سيناريو لاغتيال خطباء المساجد ويعني أئمة المساجد في عدن، وهذا السيناريو نحن عايشنا خلال المرحلة الماضية، وربما هناك بحكم الظروف التي تعيشها عدن في الوقت الحالي ربما هناك يعني وجهات نظر أو شكوك يعني تخالج البعض منا. في تعز نحن نعتقد أن هناك يعني حالة صد أمام مثل هذا العمل، ولكن في المقابل هناك أيضا حالة تحرير تعرض لها قادة الخطاب السياسي والديني والفكري والثقافي المتنورين، تعرض لها مؤيدي الدولة المدنية، مؤيدي مخرجات الحوار الوطني، مؤيدي المقاومة الميليشيات الحوثية. وللأسف أن هناك بعض الخطباء أيضا من الدعاة المشهورين في المدينة وبعضهم يعني لهم أدوار سياسية ومناصب سياسية ساهموا في هذا التحريض، سواء كانوا قاصدين هذه العملية أو مشاركين فيها أو بدون قصد، في النهاية هما ساهموا في إيجاد مبررات أو إيجاد
يعني عرضيه للعبث في هذا النقطه، بحيث انه يتم خلط الاوراق وتوزيع الاتهامات هنا وهنا. الجانب الثالث، ايضا هناك مجموعات متطرفه وهي ليست متطرفه كليا وانما تعمل لحساب بعض الجهات. ونحن في تعز الان يعني خلال المرحله الماضيه كنا نصيح وننكد ونطالب بان تبدا عمليه لضبط يعني لضبط حاله الجريمه الاجتماعيه، لضبط حاله الجريمه السياسيه، الجريمه المنظمه، القتل المتسلسل هذا الذي يدور. وكان هناك للاسف من قبل البعض محاوله لتجاهل الامر من باب عدم اشاره المشاكل في الوقت الحالي وتضخيمها، وها نحن نرى ان المشاكل تتضخم. الان امامنا ضروره ان يتم العمل الجاد وان يتعانف الجميع وان يتكاتف الجميع في مواجهه هذه الاخطار، لانه ليس هناك احد مستبعد من عمليات الاغتيال والقتل الممنهج والعشوائي على حد سواء، والصغار والكبار. الاستاذ عمر دوكن كان خلال المرحله الماضيه بعيد عن كل مصادر التشويش او مصادر الارباك لاي طرف من الاطراف، كان رجل اخلاقي ورجل قيمي ورجل بعيد عن الاشكالات ورجل بعيد عن المهاترات والكراهيه، ومع ذلك استبدل. الاستاذ رفيق الكحلي هو احد المناضلين المدنيين وكان له ادوار في العمل النقابي والعمل يعني المدني من اجل الرواتب، من اجل الموظفين، من اجل الحقوق والحريات. ولم يكن ايضا بذلك الشخص الصدامي، وانما كان مناضل من اجل حقوق الناس، ومع ذلك ايضا ذهب ضحيه لمثال الاغتيال. وبالتالي لا احد انا مستهدف والنقيب نعم. مستهدف، ولا عبد الخالق طبعا له سوابق في مسألة استهدافه واحراق سيارته، وبالتالي نحن جميعا مستهدفين. نعم. يجب ان نتكاتف. طيب احمد، ويجب ان تفضل. نعم اسمح لي ان ننتقل للاستاذ عبد الخالق سيف مدير مكتب الثقافه في تعز. مرحبا بك استاذ عبد الخالق. و يعني طرح الأستاذ أحمد نقاط مهمة، ومن ضمن النقاط التي يعني وضع عليها علامة استفهام بأنها ربما كانت من أحد الأسباب التي يعني تشارك في انتشار مثل هكذا عملية الاغتيالات هو التحريض، وأنت كنت ربما أبرز الشخصيات التي تعرضت لمثل هكذا حملات تحريض. هل برأيك لها علاقة بهذه العمليات التي بدأت الآن في تعز؟ أهلا وسهلا بالجميع. قبل أن أبدأ بدربي في هذه المداخلة، أقول اليوم أن تعز تودع الشهيد رفيق الأكحلي إلى مثواه الأخير، وعيونها على تلك الغرفة في مستشفى الروضة، وعلى ذلك القدير المتنور الذي نتمنى له السلامة والعافية خطيبنا عمر دوكم. ونحن نبحث عن تطمينات متلاحقة عن حالته التي نتمنى أن تستقر، لنهزم قليلا من ذلك الخطاب التحريضي ومن ذلك الجدل الذي ربما يسكن الآن ملامح القتلى والمجرمين من أرادوا فعلا أن يقتلوا النور والضياء في هذه المدينة. لا شك أن خطاب التحريض لو حاولنا أن نعمل استقراء بسيط من البارحة إلى اليوم لنشاهد أين ذهبت أصابع الاتهام من صحفيين، من نشطاء، من كثير من المثقفين والمبدعين، فتجد ان هناك ان الجميع او انقسم وظهر لنا ودرج رايين. هناك من اشار الى ان هناك فرق اغتيالات تأتمر ويقف معها ويساندها اطراف خارجيه كانقلابيين وما سواهم واعداء تعز اعداء الله والحياه، وفريق ذهب الى اتهام خطاب التحريض. وهذه هي أدوات أو مخالب ربما استغلها هؤلاء الانقلابيين أو هؤلاء الأعداء المستثمرون لشيطنة المدينة، لاستهداف المتنورين، المثقفين، السياسيين، الإعلاميين، وكل من يؤمنون بالدولة المدنية، بمخرجات الحوار الوطني، بقيم الحياة. أعتقد أن مشكلة خطاب التحريض هو أنه أصبح لا يشعر بمدى تأثيره السلبي على الاستقرار وعلى مسألة الشعور بالحياة، وأن نقول رأينا بدون أن نخاف، بدون أن نقلق، بدون أن نشعر أن قياس هذا التحريض من على بعض المنابر تخنقنا، تحاصرنا، تدفع بملاذيع الخطباء الذين فعلا يحركهم هذا الخطاب المجنون ويدفعهم إلى ارتكاب مثل هذه الأشياء، حتى وإن لم يكن لهذا المحرض أو الخطيب نية وأمنية لأن يستهدف عمر دوكم أو بعض المتنورين، بعض المثقفين، حتى وإن لم يستهدفهم هو فقط
يمنح المعجبين بخطابه المتهور والتحريضي الفرصة للانتشار وللترويج. وبالأخير نجد أن الخاتمة السيئة هو ذلك الدم الذي تنزفه هذه الأجساد البريئة بفعل هذا الخطاب التحريضي المغيظ. فعلا أنا كنت أحد أستاذ عبد الخالق وما صدمني وصدم الكثيرون هو أن صاحب خطاب التحريض كان يشعر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنه يقول وأنه يتحدث بلسان الرسالات السماوية وأنه وصي على الدين وأن ما يقوله هو الحق وهو الصواب وأن في الأمر كل السلام وكل الطمأنينة. لم يستشعر أستاذ عبد الخالق نعم مع أهمية هذه النقاط حراق سيارتي واستهدافي أستاذ عبد الخالق بفعل هذا الخطاب المجنون. وهذا أيضا ما تعرض له خطيبنا عمر دوكم من المتنورين الوسطيين المؤمنين بقيم الدولة بالحوار الوطني بمقرجات الحوار الوطني وأهمية تنفيذها لإنقاذ الوطن. لنجد بعض المنابر الشاذ فعلا تحرض عليه وتشكل أيضا جزءا من هذا الاستهداف المجنون ضده. أستاذ عبد الخالق وضحت هذه النقاط وضحت هذه النقاط أستاذ عبد الخالق والأصابع الاغتيالات هذا المبرر لإراقة هذه الدماء واستهداف هذه الأرواح. نعم أستاذ عبد الخالق هناك من يقول بأن ما يحصل الآن في تعز هو بداية لسيناريو ما حصل في عدن من استهداف الشخصيات السياسية وخطباء المساجد ومن يشهد لهم بالصلاح والاعتدال وأفكارهم التنويرية. هل فعلا تعز الآن مقدمة على نفس سيناريو عدن؟ أخبرك شيء بالنسبة للاغتيالات وبالنسبة لما نتعرف له تعز أعتقد أن الإعلاميين الناشطين المثقفين مسلسل الاستهداف لتعز والاغتيال يطال كل شيء جميل في هذه المدينة على مدار سنوات الحرب والحصار التي رعانها ونصمت فيها. أعتقد أن الوضع في تعز أنا أتمسك بالأمل وأشعر أن تعز لن يتكرر فيها إن شاء الله أي سيناريو دموي يستهدف هؤلاء المتنورين في حال أننا اصطفنا مع سلطتنا المحلية مع الجيش الوطني مع الأجهزة الأمنية بخندق واحد وأن نكون رقباء وعيون شاهدة على كل تفاصيل حياتنا في تعز. أعتقد أننا إن تنبهنا وأخذنا الحرص وفعلا أصبحت أجهزة الأمن يقظة شاهدة بطريقة آمنة سنجد أن تعز هي استثناء. تعز مدينة للحياة، مدينة للمحبة، مدينة للثقافة، مدينة إن شاء الله للأمن والاستقرار رغم كل المنغصات ورغم كل العثرات والنكبات. أستاذ عبد الخالق لكن أنا أثق وأمل وأدعو الله ألا يتكرر هذا الاستهدافي لأن تعز أعتقد تستحق أن تذهب إلى الاستقرار وأن تذهب إلى الأمن وأن تذهب إلى استعادة ملامح الدولة. طيب وضحت نعم أستاذ عبد الخالق. اسمح لي أعود للنقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم شرطة تعز. نقيب أسامة، إذن من سيحمي الناس ومن سيوقف هذه الاغتيالات التي باتت شبه يومية تحدث في تعز؟ يا أخي العزيز، الإخوة تكرموا وطرحوا كلام ويوضح أنه بالنسبة للمسؤولية الأمنية هي مسؤولية جمعية، يتحمل مسؤولية الأمن كل أطياف المجتمع وكل الكيانات المكونة للعمل السياسي والسلطوي داخل المدينة. صحيح أنه تتزعم أجهزة الأمن، نحن نتكلم عن وضع لأجهزة الأمن سيء جدا، ما زالت في يعني في 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 بدايات التأسيس، لكن هناك عوامل كثيرة يعني شجعت على ظهور هذه الظواهر الخبيثة لدينا، كما قال الإخوة الخطاب التحريضي، الاحتقان القائم بين المكونات السياسية، للأسف عملية عدم استكمال دمج المجاميع المسلحة في الجيش الوطني وإخراج الشوائب هذه التي تصول وتقول وتعيث في المدينة الفساد والرعب. هذه المشاكل مجتمعة وفرت بيئة خصبة لنشوء مثل هذه الاختلالات الأمنية. تقع المسؤولية الآن بالدرجة الأولى على قيادة الجيش الوطني، قيادة السلطة المحلية في المحافظة،
قيادة الجيش الوطني كون المحافظة تعيش مرحلة حرب وأولوية حرب، وأن العملية الأمنية والمهام الأمنية هي وجه من أوجه الحرب التي نعيشها مع هذه الميليشيا القذرة. يتم العمل الآن عبر اللجنة الأمنية في المحافظة مع قيادات الجيش الوطني من أجل بلورة خطة أمنية بإذن الله ستخرج إلى النور في الأيام القريبة القادمة. من خلال هذا يمكن أن نتحدث عن بدايات لبسط الأمن والاستقرار وإعادة تطبيع الحياة في المحافظة. شكرا جزيلا لك النقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم شرطة تعز، وأعود للصحفي أحمد شوقي. أحمد، أستاذ أحمد، الآن إذن الوضع الأمني سيء، الجهات الأمنية لا تملك القدرات ولم يتم أيضا إعادة تأهيل هذه الأقسام والأجهزة الأمنية بالشكل المطلوب كما تحدث النقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم الأمن في تعز. ما هو الحل الآن؟ كيف يمكن لأبناء تعز أن يجتمعوا ويحافظوا على مدينة من أن تنحدر ويراد لها هذا السيناريو المخيف الذي يستهدف كل ما هو يعني ربما يحظى بإجماع الجميع فيها؟ نعم، اولا انا اريد ان اشدد على ما طرحه النقيب أسامة الشرعبي حول مساله عدم دعم اجهزه الامن، وهذه للاسف تتحملها الحكومه الشرعيه بالدرجه الاولى. اجهزه الامن في تعز وبالذات اداره امن تعز هي اداره فقيره معدمه، لا توجد لديها اي اليات، لا توجد لديها اي امكانيات، تعاني من ازمه حاده في الجانب المالي وتعاني من ازمه حاده في الموارد البشريه. للاسف الكوادر الامنيه المتخصصه المحترفه قليله جدا، وكثير منهم لم يعودوا موجودين ولا يزاولون النشاط بسبب مشكلة الرواتب ومشكلة النفقات التشغيلية ومشكلة السلاح والتجهيزات ومشكلة الأقمار العسكرية ومشكلة يعني جملة من المشاكل الكبيرة جدا. وبالتالي أصبحت إدارة الآن للأسف هي واحدة من الأطراف المستهدفة داخل تعز، وليست من الأطراف التي قد تحمي المستهدفين. وفيما يخص الدور الذي يجب أن نقوم به في تعز، للأسف نحن في تعز سنقول لك عبارة عن أحزاب أو سلطة محلية أو مؤسسات أو أي يكون، نحن مجموعة من الأشخاص من الكيانات من المؤسسات الفقيرة والمنقطعة. نحن الآن هناك انقطاع تام بيننا وبين السلطة الشرعية، لا يوجد هناك تمويل لنشاطات في تعز، لا يوجد هناك تمويل لأي عمل موجود في تعز. للأسف هناك دعم شحيح جدا بملايين قليلة جدا قد يأتي كل فترة وفترة، يعني بين شهرين وثلاثة أشهر. وبالتالي احنا ما نتكلم نحن عن الادوار التي قد نقوم فيها، قد تكون هناك ادوار في ان نبني تفاهمات على مجموعه من القضايا التي قد تشكل بالنسبه لنا اساسيات وقوانين غير قابله للخلاف السياسي. يعني قضيه الامن هذه يجب ان لا تكون مقحمه في الخلاف السياسي، قضيه حقوق الانسان والحقوق والحريه يجب ان لا تكون مقحمه في الخلاف السياسي، قضايا الفساد التي قد يمارسها بعض الاطراف او من يحاولون افراغ القوات المسلحه والامن من مضامينهم من قدراتهم من يعني عقيدتهم الوطنيه، هذه يجب ان لا تكون داخله في الخلاف السياسي. قضايا التحرير هذا والخطاب الاعلامي الذي يقف ضد مفهوم الدوله المدنيه وضد مفهوم الدوله بكله وضد مفهوم الثوره، ثوره سبتمبر وثوره اكتوبر مرفوضه، ثوره مخرجات الشباب الوطني مرفوضه، هذا يجب ان نقف امام وقفه جاده جدا. المتطرفين الجماعات المجموعات هي مجموعات صغيره، يعني ليست مجموعات بهذا التاثير الكبير، ولكنها للاسف مجموعه تستفيد من بعض المفاهيم المتخلفه التي يعمل البعض على ترويجها في هذا الوقت بالذات، من فاتهم القطار وفاتهم التعبير ومن لا يجدون في انفسهم شجاعه على التعبير عن المواقف التي عبر عنها الاخرون في وقت سابق، فيحاولون اظهار بطولات جديده من خلال تحريض المواطنين في تعز. هذا يجب ان نقف امامه ونحاسبه بقوه. ايضا هؤلاء النشطاء الان نحن نطلب من قناه بلقيس ومن قناه كمان شباب ومن كل القنوات التلفزيونيه ومن كل وسائل الاعلام التي موجوده في البلد ان تعمل على دعم هذه القضايا. عمر دوكم هذا رمز من رموز المدنيه في تعز وفي الجمهوريه اليمنيه كلها، وليس كل خطاب الجوامع مثل عمر دوكم، يعني هذا رمز ليس له علاقه فقط بالاصلاح وليس له علاقه باي حزب او اي جهه، وانما هو رمز لنا جميعا. ونحن هذا الشخص اشكرك وندعو الله الان طول الوقت ان يشفي لنا عمر دوكم، لانه رحيله ستشكل لنا خساره كبيره قد لا تعوض. اشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي احمد شوقي. احمد، وعوده اخيره الى مدير مكتب الثقافه الاستاذ عبد الخالق. استاذ عبد الخالق سيف، سؤال اخير فقط الان. تحدث النقيب أسامة بأن الأمن ليست مهمة يعني الشرطة فقط والأمن في تعز، لكنها مسؤولية مجتمعية بشكل عام. الخلاف أيضا الطارئ بين وحدات الجيش وأيضا بين الفصائل السياسية في تعز، هل ستدرك حجم الخطر إذا ما يعني زادت مثل هكذا عمليات في تعز وتستهدف كل رموز تعز،
أم ستشهد تعز نفس الصمت ونفس الخذلان كما حدث في عدن، ويراد لها أيضا السيناريو نفسه ما هو في عدن؟ أتفق معك أن يجب على قيادة الجيش، الشرطة العسكرية، الأمن العام أن يعوا فعلا أن وقت الاختلاف انتهى. ساعة الصفر لأن يكونوا جسدا واحدا، قوة واحدة، قوة ضاربة، وعيون ساجرة على شوارع تعز، على أحيائها، على أماكنها، على سكناتها. أعتقد أن المسلسل سيستمر، خصوصا وأن هناك استهداف أيضا ممنهج، استهداف الجيش، أفراد الجيش، حتى قيادات الجيش. بالأمس القريب كان استهداف قائد الشرطة العسكرية جنودنا، أبناء الجيش الوطني يغتالون بصفة مستمرة، يتساقطون في بعض الشوارع التي أصبحت شوارعا للموت. وما أسهل أن نكون صفا واحدا لنؤمن مثل هذه الأماكن، وأن نقتحم كل الأوكار المشبوهة وكل المسارات التي تقودنا إلى الجنات الحقيقيين، إلى الأدوات والمخالب التي أثق أنها يحركها أدوات انقلابية ويغذيها خطاب تحريضي مجنون لا يعي حجمه. وبهذه المعادلة ستنتصر تعز، وسيتوقف مسلسل الدم واغتيال مثل هذه الشخصيات الفاعلة والمؤثرة سواء مدنية أو عسكرية. هذا ما أتمناه. أما أن يستمر مسلسل الخلاف وأن تستمر حالة التشظي، أعتقد أن هذا سيجعل كل أبناء تعز يقفون ضد من يعرقل مثل أن يعرقل الخطوات الجادة، لأن تكون كل المؤسسات الأمنية والجيش أن تكون يدا واحدة، سيقفون في وجه من يعرقل ذلك، أو أن من يشعر أن هذا الوضع بيئة مناسبة لعمله أو لمواصلة دوره السلبي ضد تعز وإساءة للجيش. أشكرك وللمؤسسة الأمنية والعسكرية فيها. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الثقافة الأستاذ عبد الخالق سيف، كنت معنا من تعز، والشكر أيضا للكاتب الصحفي أحمد شوقي أحمد، وكذلك للمتحدث باسم شرطة تعز النقيب أسامة الشرعبي. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحية معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.